أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز كافة أوجه التعاون بين مصر والإمارات والأردن في مختلف المجالات، خلال تصريحات أدلت بها الوزيرة عقب توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن. قالت الوزيرة إن الحكومة حريصة على فتح مجالات عمل جديدة على المستوى الثلاثي، كما أشارت الوزيرة أيضا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول الثلاث لزيادة معدلات التبادل التجاري وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، وذلك بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية.